أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصياً أقول لو أنه عندهم فعلاً دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور. مشاهدين برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قناة الكرمة الفضائية العالمية. بنعمة رب أحبائي نحن عم نتواصل مع حضراتكم من خلال ساتلايت الكرمة اللي هو بيغطي 98% من الأرض، وأصلي أنه الرب يجمعنا نحن وإياكم بفكر واحد وتكون الحلقة اليوم أيضا مباركة كالعادي بنعمة الرب يسوع المسيح. حلقة اليوم ببرنامج أكثر من رأي هي حلقة خاصة، وإذا حضراتكم شايفين أنه أنا اليوم في الاستديو بمفردي، لكن معايا ضيف مبارك خادم الرب المبارك من خلال سكايب. معنا خادم الرب المبارك الأخ عياد ظريف اللي حيشاركني بأفكار خاصة. الحلقة بعنوان يعني الحلقة حتكون حلقة خاصة جدا لغير المسيحيين. طبعا هي لغير المسيحيين بس رح نتكلم عن كتابنا المقدس، عن إيماننا المسيحي. ليش لازم يعني ليش سميتها بهيدي الكيفية؟ لأن على طول بيجينا شوية تساؤلات والبعض بيتهكم والبعض بيسأل أسئلة ممكن تكون سخيفة أحيان بس بالنسبة له مش سخيفة. مثلا أنه المسيح لما قعد كإله في بطن العذراء مريم، إزاي هو إله الكون هو قاعد في بطن العذراء مريم المطوبة؟ أو إزاي ممكن الله يروح على الحمام يعني حشاكم؟ أو لما مات المسيح مين كان ضابط الكون؟ ما هو الله؟ وأسئلة البعض يمكن يكون محق فيها لأنه هو بنية سليمة عم يسأل، والبعض الآخر عم يتهكم. ما هو مش رح فينا نرضي كل الناس. لما المسيح كان على الأرض لم يرضي كل الناس، لم يستطيع أن يرضي كل الناس. المسيح حاول المستحيلات أنه يوصل الكرازة لكل الذين تقابل معهم، بس في قلوب بقيت مظلمة. والكتاب بعد ما عمل معجزات بيقول بعد ما صنع أمامهم آيات هذا عددها. قديش يعني الكتاب ما حدد لأنه لا تحصى ولا تعد، لكن بيقول لكنهم لم يؤمنوا به. ليش؟ لأنه إشعياء النبي تنبأ عنهم عن الشعب القديم أنه يعني بصرا يبصرون ولا يبصرون، بيشوفوا بس ما بيشوفوا، سمعا بيسمعوا لكن لا يفهموا. فنحن مش رح فينا نقنع كل العالم، لكن بصلي من كل قلبي أنه الروح القدس يتعامل مع كل أحبائنا المشاهدين اللي عم بيشاهدوا الحلقة الآن بث مباشر من سيدني أستراليا على قناة الكرمة، اللي عم يشاهدونا واللي رح يشاهدونا في إعادة الحلقة، لأن الحلقة تعاد مرتين أيضا في كل القارات. فبصلي من كل قلبي أنه هذه الحلقة تكون حلقة مميزة خاصة، وكل ما واحد سألنا سؤال مش رح نقعد نحن نكتب له جمل طويلة ورسائل طويلة، بنمسك الرابط رابط الحلقة دي وبنرمي له الحلقة الرابط ده في البوكس يعني الصندوق اللي بيسأل فيه بالفيسبوك أو بغيره، هو يشوف الحلقة. فبصلي من كل قلبي أنه تكون الحلقة مباركة. بطلب من إخوتي وأخواتي المؤمنين والمؤمنات اللي عم يشاهدونا في كل العالم أنه تصلونا وتصلوا للأخ الحبيب الأخ خادم الرب الأخ عياد ظريف حتى الرب يعطيه كلام عن فتح الفم، وتكون الحلقة ملموسة ممسوحة بمسحة الروح القدس حتى تعطي نعمة خاصة للسامعين. أخي الفاضل الرب يباركك أخ عياد، أنا بشكر رب من أجل حضرتك ورب يباركك اليوم بحلقة خاصة. سهلا بيك دكتور جون، مبسوط جدا أكون معاك ومع أحبانا المشاهدين في كل مكان، وأصلي أن الرب يدينا كلمات قوية مبنية على كلمة الله وتصل إلى العقول والقلوب. آمين. طيب نبدأ أخي الحبيب، نبدأ بالسؤال الأول. طبعا أحبائي رح نأخذ يعني نطرح فكرة نعالجها، نطرح الفكرة الثانية نعالجها والرب يعطينا نعمة. نحن معنا ساعة ونص تقريبا إلا شوية حتى نقدر نغطي تقريبا معظم الأشياء اللي بتحير الأحباء غير المسيحيين، أنه كيف الله ثالث ثلاثة ونحن منقول لا هو الله مش ثالث ثلاثة، نحن نقول عنه إله واحد، وكيف بيقول المسيح أنا إنسان وهو إله. ففي أسئلة كثيرة وبيحاربونا من نفس الكتاب المقدس. فأخي غير المسيحي
ممكن تكون يعني مش بس مسلم، ممكن تكون يزيدي، صابئة، علويين، من الناس، من الأنواع من الدروز، من المسلمين على أنواعهم، حتى المسيحي الاسمي إذا كنت مسيحي بالاسم لكن مش مختبر خلاص المسيح، بصلي أنه الرب يقعدك وتسمع حتى تستفيد، والأسئلة والتساؤلات والتهجمات والتهكمات اليوم تاخد لها أجوبة مركزة. وبصلي من كل قلبي أنك تسمع، يعني تسمع منفتح وليس تسمع ومغلق. لأنه لما كان عم يتكلم استيفانوس القديس العظيم الشهيد الأول للكنيسة مع بني إسرائيل، لما خبرهم وخبرهم وشرح لهم وهو ممتلئ من الروح القدس، صروا على أسنانهم، سدوا أذانهم وهجموا عليه ورجموه. فبالنتيجة شو فهموا؟ ما فهموا شيء. فبصلي من كل قلبي أنه الروح القدس يكشف الموضوع. أخ عياد الرب يباركك، المسيح بحسب يوحنا 8:39 بيقول اليهود قالوا له أجابوا أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم وإلى ما هنالك. طيب كيف ممكن المسيح يقول عن نفسه أنا إنسان، وبعد شوي نحن بنقول عنه إله، وبيقول أنه أنا سمعته من الله، إذن هو مش الله، مش الله حسب قوله. ففينا نحن نشرح هذه الآية بسرعة وندخل على آيات أخرى أيضا. تفضل أخي الحبيب. تمام يا دكتور جون. الحقيقة قول المسيح في يوحنا 8 يحمل لنا إعلانين، الإعلان الأول عن إنسانيته الكاملة، والإعلان الثاني عن ألوهيته الكاملة. حتى عندما أعلن عن إنسانيته الكاملة فهو أعلن عن إنسانية متحدة باللاهوت. أوضح كلامي دلوقتي. كلنا يعلم أن المسيح له طبيعتان، الطبيعة الإنسانية الكاملة أي أنه ولد وكان طفلا وعاش وأكل وشرب ومات وقام، لكنه لم يكن مطلقا حاملا لجرثومة الخطية. فنحن نؤمن أن إنسانية المسيح كانت إنسانية كاملة. على الجانب الآخر سيأتي الكلام فيما بعد في ذات الأصحاح في يوحنا 8 عن شهادة المسيح عن نفسه أنه هو الله عندما عبر بهذا القول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. لكن ما يعنيني بخصوص هذا السؤال أنه المسيح أعلن أنه إنسان، وهو يقول بهذه الكلمة أنا إنسان قد كلمتكم، أنا إنسان مرسل من الله. لو كان إبراهيم أبوكم لكنتم تؤمنون. لماذا؟ لأن إبراهيم أخذ الوعد في نسله الذي هو المسيح. يعني يقول لنا بولس وهو يكلم المؤمنين في غلاطية أصح 3 لا يقول في الأنسال، عندما بارك الرب إبراهيم لا يقول في الأنسال كأنه عن كثيرين لكن في نسلك الذي هو المسيح. فالتعليم الكتابي من التكوين إلى الرؤية يقول أنه من نسل إبراهيم سيأتي المسيح. فالمسيح إنسانيا هو ابن إبراهيم، هو نسل إبراهيم، حتى أنه الكتاب يقول عنه في افتتاحية متى 1 كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن إبراهيم. والسؤال الذي يحير الكثيرين كيف يقول عن نفسه أنه هو إنسان وفي ذات الوقت أنه يقول أنه هو الله. الحقيقة إنسانية المسيح إنسانية كاملة، هو إنسان كامل بمعنى الكلمة لكنه خاليا من الخطية. جاء وعاش، وغرض مجيء المسيح كالإنسان هو موت الصليب. لم يكن فقط آتيا لكي يعمل معجزات، فالمعجزات كان في إمكانها أن يجريها وهو في السماء بلاهوته، لم يكن هناك ضرورة لكي يأتي ويفعل معجزات. فالعهد القديم يقول لنا أن كل الذي عمل المعجزات كان هو الله القدير قبل التجسد. الذي شق البحر الأحمر أمام موسى والشعب هو الله. فإذا عمل المعجزات لم يكن يتطلب مجيء المسيح في الجسد، لكن المعجزات التي أجراها المسيح برهنت على وصوله. إذن لماذا جاء المسيح؟ 7 أسباب. في عبرانيين 2 تقول لنا كان لابد أن يتخذ جسدا إنسانيا لكي يموت، منها لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. إذن نحن نؤمن والكتاب يعلم أن المسيح له طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية، والطبيعة الإنسانية كانت من لوازم الموت على الصليب، لأن الله روح والروح لا يموت. فكان لابد أن يتخذ جسدا إنسانيا نفسا وروحا وجسد ويذهب إلى الصليب ويقع عليه حكم الموت، انفصال الروح عن الجسد لكي ما يكمل عمل الخلاص. مع الأخذ في الاعتبار أن إنسانية المسيح الكاملة الخالية من الخطية في كل الإشارات عنها تتضمن ألوهية كاملة، بمعنى
أن لقب ابن الإنسان ورد في الكتاب المقدس حوالي 84 مرة. ال 84 مرة، حوالي 80 مرة جه في العهد الجديد في الأناجيل الأربعة، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، لكن جانا مرتين في رسالة العبرانيين وجانا مرتين في رسالة الرؤيا، في سفر الرؤيا 84 مرة. مع كل مرة يتكلم فيها المسيح عن إنسانيته كان يشير إلى لاهوته. غريبة يعني، وهو يصرح بكمال إنسانيته كان أيضا يقول أنني لست إنسانا عاديا، لكن هذه الإنسانية، الطبيعة البشرية، تتضمن لاهوتا. على سبيل المثال إذا سمحت لي أعطي بعض الأمثلة في التصريحات. ففي متى 9 عندما جاءوا أمامه بالمفلوج والمسيح قبلما يمد يقول الكلمة التي تشفي هذا المفلوج نطق بعبارة جميلة قوية، قال له مغفورة لك خطاياك. فالواقفون قالوا في أنفسهم هذا يجدف، ليس أحد يغفر الخطايا إلا الله وحده. المسيح وهو واقف أمامهم علم ما يدور في أفكارهم في قلوبهم، وهذا دليل على أنه هو الله كلي العلم. لكن أيضا قال عبارة خالدة، قال أيهما أيسر، أن يقال له مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له قم احمل فراشك أو سريرك واذهب؟ لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال لهذا المفلوج قم احمل سريرك وامشي. هذه العبارة التي نطق بها المسيح برهنت على أنه ابن الإنسان، لكن ليس مثل ابن الإنسان، مثل أي إنسان. فابن الإنسان الذي له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، وغفران الخطايا هو من أعمال الله السيادية، الذي يستطيع أن يغفر الخطايا فقط هو الله. وعندما قال المسيح مغفورة لك خطاياك كان يبرهن أنه ليس مجرد إنسانا لكنه هو الله. إذن هذه الإشارة الأولى كابن الإنسان تقول أنه نعم هو ابن الإنسان باعتراف المسيح، لكن ابن الإنسان الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت، فالذي يغفر الخطايا هو الله وحده. لماذا الذي يغفر الخطايا هو الله وحده؟ لأن الذنب والجرم موجه إلى الله مباشرة، فالذي له الحق أن يعفو عن الإنسان ويغفر للإنسان هو الذي يوجه في حقه الجرم والخطية. والمسيح بتصريحه هذا القول الرائع مغفورة لك خطاياك برهن أمام الواقفين أنني هو الله الذي ارتكب الإثم في حقه، وأنا الوحيد الذي أستطيع أن أقول مغفورة لك خطاياك. طيب فنحن نؤمن أن المسيح، اتفضل يا سيجو. طيب يعني فإذا حضرتك عم تحاول أنك تورينا الصورة العامة، لكن أنا عم بتكلم مع حضرتك في أشخاص عم يكتبوننا بالفيسبوك أنه بيقول لك لا ده كلام نقيض نقيض نقيض. واحد من الأحبة الأخراقي، الله يباركك يا أخراقي، عم يكتب أنه الأشياء هي تناقض. إلنا شو التناقض؟ اكتب لي شو التناقض اللي حضرتك مش فهمانه، اشرح لنا. الكتاب بيقلنا عن بني إسرائيل، أخي راقي، أنه بنو إسرائيل كانوا منتظرين المسيح، فده أمر مجزوم، وبنو إسرائيل منتظرين شخصية اسمه شخصية ابن الإنسان اللي هو المسيح، فهذا أمر مجزوم. فلما المسيح كان تعالى يتكلم معاهم أنه هو ابن الإنسان كانوا يتكهربوا، لأنه بالنسبة لهم ابن الإنسان هو المسيح المنتظر المسيح، وكان هذا الأمر كهربهم. أخ عياد يا ريت نركز على الفكرة دي، لأنه أنا بهمني ركز على فكرة النبوءات، لأن النبوءات دي زي ما تقول يعني براهين رائعة جدا في كتب، يعني في كتاب بني إسرائيل مش في كتاب المسيحيين. تفضل من فضلك إذا بتريد. تمام. نعم. كلنا يعلم يا أسيس جون أن العهد القديم مملوء بالنبوات عن شخص المسيح. نعم. أنه سيأتي وسيأتي كإنسان. يعني لما يقول عنه في سفر ميخا أنه سيولد في بيت لحم، من الذي سيولد في بيت لحم؟ نعم. يقول عن بيت لحم التي سيولد فيها المسيح في سفر ميخا، وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين مدن يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي. نعم. ولكي يوضح من هو المدبر الذي سيخرج لكي يرعى شعبه قال عنه الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. فالذي سيولد في بيت لحم حتما سيكون إنسان، فالإنسان هو الذي سيولد، لكن لكي ما يبرهن أنه ليس مثل أي إنسان قال عنه الكتاب مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. أعتقد دي إشارة واضحة لإنسانية المسيح في نبوات العهد القديم. نعم.
فاليهود لم يعترضوا على نبوات سفر ميخا مطلقا. أيضا يقول الكتاب في إشعياء 7:14، يعطيكم السيد الرب نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. وعمانوئيل ليس مثل أي إنسان في الاسم، يعني أنا ممكن أسمي ابني أو بنتي أي اسم، لكن لما يكون الاسم عمانوئيل اللي معناه الله معنا، أي أن بولادة هذا الولد الطفل سيكون الله معنا على الأرض، الله سيأتي ويسكن على الأرض. من الذي يستطيع عندما يوجد في مكان نقول أن الله معنا؟ نعم. عندما يكون معنا في الغرفة نقول أن الله معنا، المسيح فقط، فبولادته كان هو الله معنا. وهكذا إشارات تلو الإشارات تقول لنا أن إنسانية المسيح موجودة على صفحات العهد القديم في نبوات. عندنا في العهد القديم لا يقل عن 333 نبوة عن شخص المسيح، منها متى سيأتي المسيح وأين سيولد المسيح واسمه إيه عندما يولد المسيح. كمان أحب أقول لك أن عندما سيولد المسيح كإنسان، ونبوات العهد القديم تقول هذا في إشعياء 9، فيقول لنا ما هو اسمه، أعطانا اسم خماسي للمسيح، ويقول عنه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، أي أنه سيولد إنسانا بشرا، والإنسان البشر الذي سيولد ليس مثل أي إنسان، لكن عندما يعطى اسما سيكون إلها قديرا. هل هو إنسان؟ نعم. هل هو الله القدير؟ نعم. هل هو رئيس السلام؟ نعم. هل هو مولود؟ نعم. غريبة، لأن المسيح يجمع في نفسه الطبيعتين، اللاهوت والناسوت. بتوع العهد القديم العبرانيون واليهود وقادة الأمة كان لديهم التعليم الواضح أن المسيح سيولد. تتذكر عندما ولد المسيح وجاء المجوس ليبحثوا عن المسيح، فذهبوا لكي يبحثوا عنه في أورشليم، ارتجت المدينة لأنهم ظنوا أن ملك اليهود ينبغي أن يكون في أورشليم. لكن الكتبة والفريسيين أشاروا على هيرودس الملك، قالوا له لا، الحقيقة مش سيولد في أورشليم، سيولد في بيت لحمة. فكان الكتبة والفريسيون الذين لديهم نبوات العهد القديم ويفهمونها تماما، لديهم خريطة زمنية تقول أن المسيح الله المتجسد سيولد في بيت لحم. لذلك عندما جاء المسيح كانت الإشارة التي قالوها للمجوس ليس هو هنا لكنه في بيت لحم. الإشارات موجودة على صفحات العهد القديم كلها تقول أنه سيأتي إنسانا ليس مثل أي إنسان لكنه الله الظاهر في الجسد. أعطي كمان إشارة إذا سمحت لي. تفضل. في سفر دانيال أصح 7 يتكلم عن شبه ابن الإنسان، وقربوه إلى قديم الأيام. واحد يقول لي كيف تقول أنه شبه ابن الإنسان وليس ابن الإنسان؟ لأن دانيال يتكلم بمنظار النبوة قبل مجيء المسيح بمئات السنين، فهو يتكلم عن بعد قبل التجسد، فيقول عنه شبه ابن إنسان. لكن عندما نقرأ باقي الأجزاء يقول قربوه إلى قديم الأيام وأعطي سلطانا لكي تتعبد له كل الشعوب، ملكوته لا لن يزول. من الذي له السلطان أن تتعبد له كل الشعوب وملكوته لا نهاية له إلا إنسانا ليس مثل أي إنسان، الله الظاهر في الجسد. ده في كتاب اليهود. طيب أحبائي، يعني حسب ما عم نسمع من الأخ الحبيب عم بيفسرنا أفكار كثيرة متنوعة، طبعا الكتاب واسع جدا. الفكرة كلها أنه اليهود لما تكلم معهم المسيح قال لهم وأنا إنسان كلمكم، طبعا ما سمعه طبعا كلمكم بالحق، يعني ما سمعته طبعا من الله، هم مش قادرين يستوعبوا الكلام. هو عارف أنه قلبه مظلم لكن كان عم بيعلم، والكتاب والوحي عم بيدون الأفكار اللي قيلت. الموضوع مهم جدا، أنه لازم دايما نتذكر، أي إنسان غير مسيحي يتذكر أنه بالعهد القديم أكد الوحي أنه الله سيأخذ جسد. في احتمالية أنه يأخذ جسد؟ بيقدر الله يأخذ جسد؟ بيقدر. إذا كان ظهر للجبل فدكه دكة، إذا كان كلم موسى من علاقة بيقدر يتكلم إلى الناس من خلال جسد، بيقدر، مش صعبة. هل أعلن هذا الأمر بكتاب بني إسرائيل مش بكتاب المسيحيين حتى نقول أنه إحنا ألفنا الكتاب؟ بمراجع يعني لا تحصى أكد أنه الله سيأخذ جسد، سيتجسد ويأتي. فاللي عم بيقول لي أنه هذا تناقض، ده انت يعني مع احترامي ليك انت انسان مش مركز ابدا.
عم اقول لك شيء مكتوب بالنبوءات عند بني اسرائيل مش عند المسيحيين، والكتاب اكد انه المسيح سياتي وياخذ جسد ويموت عن الخطايا، والكتاب بالنبوءات شرح لنا كيف بده يصلب وكيف بده يموت ويقوم، كلها مشروحه في النبوءات. بعدين عدا عن ذلك لما تكلم المسيح مع بني اسرائيل برهن لهم كثيرا اشياء كثيره، منها كماله البشري، مين كامل الا واحد وهو الله، صلاحه كالمعلم الصالح، معلم ولكل المعلمين، فبرهن أشياء كثيرة وظلوا يشدوا على الموضوع. فلما تكلم أيضا مثل ما سمعنا أيضا مع الأخ الحبيب عياد، تكلم أيضا أنه هو ابن الإنسان الذي أيضا عنده ملائكة. يعني مثلا أحد الآيات بيقول لك هكذا يكون في انقضاء هذا العالم، المسيح عم يتكلم، يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار. متى 13 والآية رقم 40. ابن الإنسان وعنده ملائكة، الملائكة لمين بتكون يا أخي راقي على الأقل واللي عم يكتب غير راقي؟ الملائكة لمين؟ الملائكة هي الله خلقها، فهي بتكون ملك الله أو خليقة الله لله. فالمسيح عم بيقول عن نفسه أنه أنا عندي الملائكة. طيب إذا كان عم بيقول عن نفسه أنا عندي ملائكة، مين بيكون المسيح؟ هلا اخ عياد، في اشخاص بيقولوا لنا طب المسيح ولا مره قال عن نفسه انه هو الله، علما انه قال عن نفسه انه هو الله بطرق كثيره، هل ممكن نحن ايضا نركز قليلا هذا الفكر من فضلك؟ طبعا. يعني انا هاخذ الخيط من نهايه كلام حضرتك في الاشاره نعم. التي ذكرها المسيح في متى 13 نعم. وخصوصا في مثل الحنطه والزوان، قال يرسل ابن الانسان ملائكته نعم. إذا قارنا الكتاب بعضه ببعض، إذا رجعنا إلى مزمور 103، الملائكة ملك يهوى، فيقول باركوا الرب يا ملائكته المقتدرون قوة الفاعلون أمره عند سماع صوت كلامه. فمن خلال مزمور 103 الملائكة ملائكة يهوى، ومن خلال هذا القول في متى 13 يرسل ابن الإنسان ملائكته، فالملائكة ملائكة يهوى والملائكة ملائكة ابن الإنسان، إذن ابن الإنسان هو يهوى، ويهوى ده اسم الله في العهد القديم، دي مش محتاجة ان احنا نتكلم كلام كتير عنها. اذا ذهبنا ايضا الى اخر سفر الرؤيا، يقول المسيح انا يسوع ارسلت ملاكي. هو في انسان عادي لديه ملاك، في انسان عادي يمتلك، انا ممكن امتلك بادي جارد، ممكن امتلك الحارس الشخصي بتاعي، لكن هل امتلك ملاك اقول عنه ملاكي؟ اطلاقا الملاك ملاك الربي نعم. والمسيح عندما يقول ليوحنا انا يسوع ارسلت ملاكي، فهو يقول أنني رب الملائكة. فهذه إشارة نقارنها مزمور 103 مع متى 13 مع رؤيا 22، الملائكة ملائكة المسيح والمسيح هو يهوى. ثم أيضا المسيح عندما صرح بالقول، وهذه ترد على من يقول أن المسيح إنسان مثل أي إنسان، ليس هو مثل أي إنسان، لكنه عبر بفمه أنه هو الله الظاهر في الجسد. فمثلا في متى 12 صرح بالقول وهو يجتاز بين الزروع أن ابن الإنسان هو رب السبت. كلنا يعلم أن السبت هو سبت يهوى. جبنا منين الكلام ده؟ جبنا من خروج 31. فخروج 31 الرب يكلم شعبه بني إسرائيل ويقول سبوتي تحفظون. سبوتي تحفظون، فالسبوت سبوت يهوى. وعندما يقول المسيح في متى 13 أن ابن الإنسان هو رب السبت، فهذا تعبير بفهم المسيح أنه ليس مثل أي إنسان، لكنه هو يهوى رب السبت. أيضا عندما يقول الكتاب عنه أنه جالس على العرش في رؤيا 20 أو 21، يقول أن هناك رأيت عرشا والجالس عليه الله والخروف. هل هناك عرش واحد يجلس عليه الله والخروف؟ لأن الخروف هو اسم المسيح بحسب عمل الفداء اللي هو الحمل، والعرش عرش الله والجالس عليه هو شخص المسيح، فالمسيح هو الله. لكن اسمح لي أذهب إلى بعض التصريحات التي نطق بها المسيح عن ألوهيته. أين قال المسيح إني أنا الله فاعبدوني؟ وهذا هو السؤال الذي يعني يتناوله البعض، وللأسف اترد على هذا السؤال مرارا وتكرارا. لكن كما تعلم جناب الفاضل الدكتور جون أنه الذي يريد أن يطعن في المسيحية يأخذ كلاما مرسلا من على صفحات الإنترنت ويوجه دون فحص. المسيح قال عن نفسه أنه هو الله بعدة أمور. أولا شهادات المسيح عن نفسه، ثم شهادات أعماله وشهادات أسماؤه وصفاته. خلينا نتكلم عن أقواله بفمه عشان نرد على الذي يقول أين قال المسيح أني أنا الله فاعبدوني. في يوحنا 8:58
في ذات المقطع الذي قال عنه المسيح بلسانه أنا إنسان قد كلمتكم، هو ذاته الذي قال لهم الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أقولها الثاني، الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. كلمة أنا كائن هي أنا هو اللي في اليونانية إيجيمي، اللي هي ذات الكلمة التي جاءت عن يهوه في سفر الخروج أصح 3 لما ظهر لموسى في عليقة تتوقد بالنار ولا تحترق وسأله ما اسمك فقال أنا أهي الذي أهي. أهي الذي أهي، أكون الذي أكون، هو اسم يهوه في العهد القديم، هو ذات الكلمة التي قالها المسيح أنا هو. فأنا هو ليس فقط اسم إشارة للمتكلم، لكن أنا هو اسم تصريح، اسم ألوهي، اسم إلهي. هذه التصريحات بلسان المسيح أنه هو، وسبع مرات في إنجيل يوحنا يقول أنا هو، أنا هو القيامة والحياة. ليس إنسان يقول عن نفسه أنا الحياة، ممكن أقول أنا حي، لكن المسيح يقول أنا الحياة. أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم. سبع تصريحات في كلمة أنا هو في إنجيل يوحنا. فالتصريح الأول الذي نطق به المسيح ليبرهن عن ألوهيته يوحنا 8:58. التصريح الثاني في يوحنا 5:22 و23 عندما يقول لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب أيضا. الذي لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. غريبة، تصريح مباشر أن المسيح في تمام المعادلة مع الآب، فالذي يكرم المسيح يكرم الآب، ويكرم الآب فيكرم المسيح لأنه في تمام المعادلة. لو كان المسيح في إنسانيته أقل ذرة واحدة من الألوهية ما كان يساوي نفسه في الإكرام بذات كرامة الآب. أذهب للتصريح الثالث وهذا كله بلسان المسيح. وطبعا قبل ما تكمل أخ عياد ربي باكك، يعني لما حضرتك عم تتكلم أنه المسيح طالب بأنه يكون معادل بهذا الكلام، حط نفسه معادلا للآب، أي معادلا لله. الله بيقول بالعهد القديم أنا الله ومجدي لأعطيه لآخر. يعني لو المسيح عم يكذب لا سمح الله، حاشا، كان مفروض يكون عليه جزاء خاص. بس المسيح عاش كامل، المسيح عمل معجزات مدعوما من الله. خلينا نقول انه اذا كان هو مش الله كيف استطاع ان يعمل كل المعجزات؟ كيف استطاع ان يعلم التعاليم الكاملة جدا جدا؟ كيف استطاع ان يمشي على البحر؟ كيف استطاع ان يقيم الاموات؟ ولا احد يستطيع ان يقيم الاموات الا الله. طبعا الانبياء قديما كانوا يقيموا الاموات بقوة الله، لكن هو المسيح نفسه كان بقوة قيامته ايضا قام واقام يعني اقام اخرين واقام نفسه. فالعودة الى انه المسيح عم بيقول انا اللي بيكرمني بيكرم الآب، واللي بيكرم الآب بيكرمني، وأنا والآب واحد. فإذن المسيح عم بيحط نفسه بمركز الألوهة. الله في العهد القديم بيقول أنا الله ومجدي لأعطي لآخر. يا ريت نشرحها قليلا حتى ما نبعد عن موضوع التكريم من فضلك، قليلا بعد من فضلك أخ عياد. أنا عارف أنه عم بضطر أقاطعك بس في إشياء عم تجيني حتى جاوب عليها شوي شوي. تفضل. طبعا يا سي جون، يعني الله له مجد متفرد به لا يمكن أن يشاركه فيه آخر. يعني الله لا شريك له في المجد ولا شريك له في الألوهية ولا شريك له في الكرامة. ينبغي أن يكون الله متفردا في المجد والكرامة، وهذا شيء واضح جدا. يعني أراد الشيطان أن يؤله نفسه ويصير مثل الله فسقط، وهذا معروف. وآدم أيضا عندما أراد أن يضع في قلبه أن يكون مثل الله ويأكل من الشجرة لكي يصير مثل الله ساقطا في كلام الحي أيضا سقط. هذه جزئية، الله يدافع عن ألوهيته ويدافع عن حقوقه، ده شيء. لكن عندما يأتي المسيح ويعمل أعمال الله فهذا برهان أنه لا يبحث عن ألوهية لكنه يحمل الألوهية. يعني خلينا أوضح لألا برضو أحد المشاهدين يستمع إلينا ويقول أوكي، يعني أنتوا تقولون أن المعجزات دليل على ألوهية المسيح، ما موسى عمل معجزات أو إيليا عمل معجزات. حضرتك أشرت أنه أنبياء العهد القديم أجروا معجزات بقوة الله. وبرضو صديقنا ممكن يقول المسيح عمل معجزات بإذن الله. خلينا أوضح نوع المعجزات التي عملها المسيح. هناك ما يسمى بأعمال الله السيادية، بمعنى ممكن أعمل لك قص جون تفويض لكي تنوب عني في الدوائر الحكومية، لكن لن أستطيع أن أعطيك تفويضا لتحل محل في التنفس، في الحياة، في الأكل والشرب. المسيح أو الله أعطى الأنبياء بعض الأعمال التفويضية ليقوموا ببعض المعجزات. فموسى أخذ تفويضا من الله يقوم ببعض المعجزات،
لكن في أعمال سيادية، معجزات سيادية لا يمكن أن يقوم بها إلا الله. مثلا الخلق، موسى ما خلقش، المسيح خلق، لأن الخلق من أعمال الله السيادية التي لا يعملها إلا الله ولا يعطيها لأحد أبدا ليقوم بها، الله فقط الخالق. لأنه إذا كان هناك شخصا يقوم بالخلق نيابة عن الله، إذن الكون يستغنى عن الله في وقت ما يقوم المفوض أو الوكيل بهذا العمل. فالخلق من أعمال الله السيادية. أيضا إقامة الأموات من أعمال الله السيادية، لأن الله هو الذي يحيي ويميت كما تغنت حنة في صموئيل الأول أصحاح 2. فبس أنا برد على جزئية أعمال الله السيادية، معجزات المسيح التي تفرد بها، من ضمنها الخلق وغفران الخطايا، ثم الإقامة من الأموات، لأن هذه لا يشاركه فيها أحد لا بالتفويض ولا بالإنابة. أتمنى تكون النقطة دي واضحة. إذا سمحت لي أكمل بعض التصريحات التي نطق بها المسيح بلسانه وعبر عن ألوهيته. تفضل. من ضمن التصريحات التي صرح بها المسيح في يوحنا 10. طيب عندما أخ عياد معلش لو عم قطعتك. أحبائي اللي عم يكتبوا بالفيسبوك، ربي يبارككم، أنا بشكر رب من أجلكم، بس حاولوا تركزوا معنا بالحلقة، ما تردوا على الأخ راقي، لأنه الأخ راقي يبدو أنه عم يكتب وبيكتب بس مش عم يسمع. أنا عايزك يا راقي تسمعني وتسمع الأخ عياد إيه اللي عم بيقوله، ما تردش على الشعب اللي عم يكتب لك، من فضلك بليز ركز، لأنه يعني إذا كنت مخلص حتعرف أنه اللي عم نقول لك إياه صحيح، والرب حيكشف لك الطريق. فأرجو من إخوتي وأخواتي ما يردوا على راقي حاليا، بعدين ردوا عليه بس نخلص الحلقة إذا بتريدوا. ربي يبارككم، تفضل أخ عياد. تمام. استكمالا للتصريحات التي نطق بها المسيح بفمه أنه هو الله، التصريح الذي قاله في يوحنا 3:16، وهذا تصريح شهير جدا، من منا لا يحفظ هذه العبارة، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المسيح في هذه العبارة صرح تصريحين بأنه هو الله، التصريح الأول أنه ابن الله، والتصريح الثاني أنه موضوع الإيمان الذي يعطي حياة أبدية. ما معنى هذا القول؟ ربما واحد يعترضني ويقول لي أن المسيح ابن الله، ما المؤمنين أولاد الله والملائكة بنو الله، ألم يقل الكتاب عن الملائكة في أيوب 1 أنهم بنو الله؟ الحقيقة الملائكة بنو الله بالخلق، والمؤمنون بنو الله بالتبني، أولاد الله بالتبني. لكن المسيح عندما عبر عن نفسه باعتباره ابن الله قال ابنه الوحيد. كلمة الابن الوحيد، هذا تصريح ورد في العهد الجديد، أي أنه الابن الوحيد الذي لا شبيه له، الابن الوحيد، وحيد الجنس، وحيد الصنف. فبنوة المسيح بنوة أزلية معادلة. برضو واحد يعترضني يقول لي يعني إيه ابن ومعادل؟ أوضحها لك من الكلام اللي جاي. قال المسيح في يوحنا 10، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي، أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي، أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع، أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ الإجابة بتاع اليهود تقول لنا أنهم فاهمين معنى كلمة ابن الله. فقالوا، أجابه اليهود قائلين، لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف، فأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها وتقول أن الله أبوك معادلا نفسك بالله. فاليهود فهموا معنى كلمة ابن الله يعني المعادل لله، وليس فقط أنه خرج من الله كالملائكة أو البشر بالتبني إطلاقا. كلمة ابن الله التي نطق بها المسيح أي أنه هو المعادل لله، والممثل لله، والنائب لله، والمعلن لله، وهذه من ضروريات ولوازم المعادلة بالله. اليهود كانوا فاهمين كده كويس قوي. أيضا إشارة أخرى التي قالها المسيح بلسانه أنه هو الله، قال في يوحنا 10:9، قال له يسوع، قال لفيلبس، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. عندما قال المسيح من رآني فقد رأى الآب، هذا لا يمكن مطلقا يكون إشارة إلى فقط إنسانيته. مين ده اللي يقدر يقول اللي يشوفني يشوف الله؟
اللي يسمعني يسمع الله، إن لم يكن هو ذاته الله الظاهر في الجسد. يعني فإذن فهذه المسيح، إشارة أخرى. فإذن المسيح أخ عياد بكل وضوح في كل آيات الكتاب عم يعلن بطرق متنوعة أنه هو الله. يعني لما بيقول أنه أنا عندي ملائكة هو الله، لما بيقول أنه من رآني فقد رأى الآب يعني هو الله، لما بيقول أنه هو يعبد يعني هو الله، لما بيقول كذا أنه أنا بتكرموني بتكرموا الله، بتكرموا الله لازم تكرموني بذات المستوى يعني هو الله. فإذا مش بالضرورة أخ عياد أنه يقول أنا الله، لكن الناس لازم تفهم انه الكلام واضح ومش عايز تفسير ولا كده ولا غير كده. تمام، يعني نعم. المسيح تكلم وعبر والواقفون امامه فهموا انه يقول انه هو الله، لذلك تناولوا حجاره لكي يرجموه، يعني وان لم تاتي العباره مباشره لكنه في محتوى كلام المسيح. نعم. حتى اتت مباشره عندما قال انا اهي، انا ايجو امي، اللي هو انا الكائن، الكائن هذا اسم الله الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد، طيب قالها بصيغ مختلفة. طيب فإذا أخ عياد، فإذا فينا نقول أنه لو المسيح لما لاحظ أنه اليهود فهموا كلامه أنه هو عم يعمل نفسه إله، كان من الضرورة يقول لهم لحظة لحظة لحظة، أنتوا فهمتوني غلط، أنا مش قصدي كده، أنا مش الله، حاشا حاشا أنا مش الله، أنا وياكم متفقين أنه أنا مش الله، مش كده؟ مش كان لازم يصلح الموقف؟ يعني زي ما لما متى الشكاك قال أنا ما بصدق أنه المسيح مات وقام إلا ما أحط أصابيعي في أثر المسامير، فظهر له المسيح لما شاف متى مش متى سوري توما الشكاك، لما شاف توما المسيح قال له ربي وإلهي وسجد له، فكان لازم يقول له المسيح لا يا توما هتعمل لي مشكلة مع الله، أنا مش الله، أنا مش رب، مش كده يا أخ عياد؟ تفضل. أخلاقيات المسيح تقول أنه لا يمكن أن يختلس مركزا ليس له. نعم. لكن عندما قبل السجود فهو وافق على هذا الاعتراف أنه هو الله، واجب السجود. نعم. بل بالعكس أيضا هو قال لليهود إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. يعني أنا هو الله. وأنا قلت منذ قليل. يعني بالضبط، أنا قلت منذ قليل أنا هو، يعني أنا يهوى. نعم. إن لم تؤمنوا أني أنا يهوى تموتون في خطاياكم. نعم. فإذا أي أحبائي اللي عم يكتبوا لنا أو أي شخص عم يسمعنا، بترجاك افتح ذهنك شوي، لما بتتورط بالإجابات الصريحة ولما بنعطيك إجابات واضحة جدا من الكتاب، بتروح ل مثل بقولوا خيار تاني. الخيار التاني إيه هو؟ ما هو كتابكم محرف، يعني زي ما تقول زي الصابونة مش قادرين نحن نمسك بيك، بتزلق من هنا وبتزلق من هنا. صلي حتى رب يفتح لك ذهنك. الكتاب ما حدش لعب فيه، لأنه إذا الكتاب المقدس حد بيقدر يلعب فيه ربنا بشيل اسمه. ما المسيح قال والكتاب واضح، قال الذي بيزيد على الكتاب المقدس يزيد عليه الله الضربات الموجودة في الكتاب، واللي بيحذف شيء من الكتاب الله بيحذف اسمه من سفر الحياة. فمن أجل ذلك مش موضوع بسيط، انت عم تلعب مع ربنا. لكن الكتاب لم يمس ولا يمكن أن يصب بأي تحريف، لأنه هذا كتاب الله. وإذا الكتاب صح وهو كتابنا صح، عم يتكلم أنه المسيح هو الله بكل وضوح، فعليك يا من أنت تقاوم أن تقبل أن المسيح هو المخلص، هو الرب، هو الله، هو ابن الإنسان، هو الله الذي أخذ جسدا ومات عنك على الصليب. طيب معلش أنا حتى أوفر شوية وقت وأربح بعض التفاصيل الأخرى أخ عياد، الناس كتير من الأحبة بيكتبوا لنا حتى يسمعوا. طيب إذا كان المسيح هو الله عن جد أخذ جسد بشري ومات، يعني لما مات على الصليب هل الكون مين كان عم بيديره؟ حد تاني مثلا؟ ازاي كان هما في ناس مش قادرين يشوفوا انه الله يعني مالئ الزمان والمكان، الله بلاهوته لا يموت لانه روح؟ فتفضل من فضلك. السي جون، عندما يعني نفكر بهذا التفكير فاننا نقول انه عندما وصل الله الى ارضنا في جسد انسان ترك الكون او ترك السماء. الكتاب لا يعلمنا مطلقا ان الله ترك السماء وترك العرش، لكن معنى كلمة أخلى نفسه أي أخفى مظاهر لاهوته في حجاب النسوت، أي أنه وهو هنا على الأرض كان هناك في السماء. أعطي عدة أمثلة. في يوحنا 3 كان يكلم نيقوديموس وقال له ليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وبقليل من التفكر في هذا الكلام نكتشف أن المسيح كان واقف على الأرض أمام نيقوديموس يكلمه، لكن في نفس الوقت قال عن نفسه ابن الإنسان الذي هو في السماء، ما قالش ابن الإنسان الذي كان في السماء. فوهو يكلم نيقوديموس كان على الأرض وفي ذات الوقت في السماء، لأن الله بالألوهية يملأ الكون، يملأ السماء، يملأ الأرض.
فلما أقول عنه وهو في رحم العذراء من كان يدير الكون؟ الله الذي يدير الكون، لأن الله غير محدود ولم يترك السماء. حلوله في رحم العذراء لا يعني مطلقا أنه ترك الكون وترك السماء وترك العرش. معنى كلمة أخلى نفسه، لكي لا تفهم خطأ عند الكثيرين عند البعض، أي أنه أخفى مظهر لاهوته في حجاب النسور، ظهر كأنه إنسانا عاديا مع كونه في ذات الوقت الله الذي يملأ الكل في الكل. فالإشارة الأولى في يوحنا 3 عندما قال لنقدموس: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. أيضا تتذكر عندما كان في قانا الجليل، وعندما جاء إليه قائد لكي يطلب لأجل غلامه المريض في كفر نحوم، والمسيح قال له: اذهب ابنك حي. عندما رجع هذا الرجل لكي أو عندما رجع هذا الرجل لكي ما يجد ماذا تم مع ابنه أو مع الغلام، وجد أن الحمى قد تركته في نفس الحالة وفي نفس الوقت الذي نطق به المسيح. المسيح ما كانش موجود في المكان اللي تمت فيه المعجزة، كان موجودا بلاهوته لكن بناسوته كان موجودا في مكان آخر. لما أقول بقى من كان يدير الكون عندما مات المسيح، المسيح كما نعلم أنه نفسا وروحا وجسد، فالموت هو انفصال الروح والنفس عن الجسد. الروح والنفس متحدة باللاهوت في دائرة اللاهوت، في انفصال بين الروح وبين الجسد، لكن الروح مع الجسد في اتحاد مع اللاهوت. لذلك المسيح وهو على الصليب في لحظة الموت قال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فإذا الروح والنفس متحدة باللاهوت فلا يمكن أن يكون هناك انفصال. الذي يدير الكون كان هو شخص المسيح بلاهوته، وما الموت إلى انفصال الروح عن الجسد في دائرة اللاهوت، فلا انفصال بين اللاهوت والناسوت. طيب أسئلة سريعة أخ عياد، بس أنه بعض الأحبة بيقول لك طيب أنه إزاي ممكن تقبلوها أنه المسيح يعني الله يأخذ جسد وبهذا الجسد يروح على الحمام؟ سامحوني يا أحبائي بالكلام، وإزاي يعني هو يعني يأكل ويشرب ويعني أسئلة شوية يعني غريبة بالنسبة للإنسان، لأنه لازم يفهمها بالروح ويفهمها بطريقة عميقة. لكن خلينا نشرحها من فضلك أخ عياد، إزاي أنه ممكن الله يقبل على نفسه أنه يروح على الحمام زي باقي البشر يأكل ويجوع ويعطش؟ تفضل أخي. المسيح أخذ بشر طبيعة بشرية كاملة، الطبيعة البشرية الكاملة تقوم بكل الأعمال البيولوجية، التنفس، الأكل، الشرب، الإخراج، كل هذا لا يقلل أبدا مطلقا من قيمة الطبيعة البشرية. حتى عندنا إحنا كبشر الأكل والشرب لا يقلل من طبيعات البشرية، الإخراج والدخول إلى الحمام لا يقلل من طبيعات البشرية، لكن ما يسيء إلى طبيعات البشرية هو الخطية. والمسيح كانت له طبيعة بشرية خالية من الخطية، فالأكل عملية بيولوجية، التنفس والنوم والمشي والقعود والجلوس والدخول إلى الحمام إنسانا كاملا. طيب. لذلك طالع اتفضل. طيب حتى نستفيد من الوقت، لأنه يبدو أن الوقت سريع جدا، بعد معنا حوالي يمكن أقل من 40 دقيقة. طيب مكتوب أنه المسيح لما دخل إلى مدينة أورشليم الجموع قالوا، طبعا الناس قالوا من هو هذا؟ قالوا لهم هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. فالناس قالت أنه هو نبي وشافوه كنبي، فهل هو نبي أو كان يقوم بأدوار متنوعة ومنها الدور النبوي مثل الدور الكهنوتي والدور النبوي والدور الخلاصي والدور الفدائي؟ فممكن بسرعة أيضا من فضلك. كانت هناك نبوة في سفر التثنية أصح 18 عندما موسى قال للشعب: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم من وسطكم له تسمعون. والبعض يتخذ هذه الآية ذريعة ويقول أن هناك نبيا سيأتي وهناك نبيا من إخوة بني إسرائيل أي من العرب، وسيكون هو الذي له يسمعون. مع أن تصريحات موسى كانت تتكلم مباشرة عن شخص المسيح. وعندما جاء المسيح وذهب إلى السامرية، في السامرة قالت له السامرية: نعلم أنك المسيح مخلص العالم النبي الآتي إلى العالم. ما معنى كلمة المسيح النبي؟ المسيح كإنسان له ثلاثة أدوار وثلاثة وظائف، أنا بقول عنه كإنسان، دور في الماضي ودور في الحاضر ودور في المستقبل كابن الإنسان. الدور الذي هو في الماضي عندما خرج إلى الخدمة لغاية الصليب، يعني 3 سنين مارس دور النبي. الدور الذي يمارسه في الحاضر هو دور رئيس الكهنة في الأقداس، وده مش مجالنا دلوقت.
الدور الذي سيقوم به في المستقبل كابن الانسان هو دور الملك. والمسيح هو النبي وهو الكاهن وهو الملك. ما معنى كلمة النبي؟ ببساطة أنبياء العهد القديم كانوا يتكلمون ويقولون هكذا قال الرب، كانوا يقومون بإعلان فكر الله إلى البشر. أما المسيح عندما جاء إلينا وقام بدور النبي فهو قال أقول لكم من رآني فقد رأى الآب. فمعنى كلمة النبوة تشتمل على معنيين، المعنى الأول هو كشف الستار عن ما كنا نجهله ولا نعرفه، المعنى الثاني أن يأتينا خبر من عند الله. والمسيح قام بهذين الدورين. فما كنا ندرك مطلقا من هو الله، إيه اللي كان بيحصل في السماء، لما جه المسيح تم قول الكتاب الله خبر في المسيح. الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر. طيب. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ده معنى كلمة النبي. فالنبي يعني كشف لنا المسطور عن ما كنا نجهله عن الله، والنبي بمعنى آخر المسيح كلمنا وأنبأنا عن الله وعن المستقبل. والمسيح عندما تكلم كان هو نفسه الكلمة النبوية، فالله تكلم في شخص المسيح. أمين. طيب النقطة الثانية، المسيح بيقول للتلاميذ قبل ما ودعهم وصعد إلى السماء بيقول لهم وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. نحن بنعرف أخ عياد أنه الإنسان محدود، لا يمكن الإنسان يكون متواجد في كل مكان، ولا يمكن الإنسان يكون في كل زمان ومكان. فهل هذه الكلمات، ألا تعبر هذه الكلمات أنه هو إله متواجد في كل مكان وزمان؟ تفضل من فضلك. طبعا هي تندرج تحت التصريحات التي نطق بها المسيح بلسانه عن ألوهيته. إذا حبانا المشاهدين يضيفوها على الليستة السابقة من ضمن هذه التصريحات، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. من الذي له الإمكانية أن يستمر إلى انقضاء الدهر؟ أمين. طيب. من الذي له الإمكانية أن يستمر إلى انقضاء الدهر إلا الله الأزلي الأبدي؟ أمين. طبعا. طيب رح بأخذ مكالمة سريعة أخ عياد، مش هطول فيها كتير حتى نربح وقت. معنا الأخت نهال من إنجلترا. أخت نهال ربي باكك، تفضلي أختي والربي باكك. سلام ونعمة حضرة الأسيس، مرحبا بحضرتك وبالأخ ظريف. ربنا يبارككم على كل فكرة طرحتوها وعرضتوها بكل محبة، راكين إعلان الحق، وبصلي من كل قلبي إن كل مشاهد يخلع كل عند جواه ويدي فرصة لنفسه إنه على الأقل يسمع بودن نيوترال يعني. نعم. ويترك كل مسلمات وأفكار تبناها لمدة سنين، لأن الموضوع في غاية الأهمية. حياة أبدية أو دينونة أبدية. نعم فعلا، لأنه مربط الفرس، لأني لو أنا ما اعترفتش أن الله أخذ صورة جسد هيبقى برفض الصليب، والصليب هو اللي حصل فيه انتداء، لأنه الرب قدم نفسه ذبيحة، وبدون ذبيحة ما فيش غفران للخطايا. صحيح. وبالتالي ما فيش فداء، والشيطان عارف أهمية الكلام ده وخطرته، علشان كده هو من أكتر المواضيع المهاجمة يعني. والرب يعطي استنارة بالروح القدس لكي يهدم فعلا كل يهدم باسم يسوع كل حصن وعلو ضد معرفة الله. آمين. سؤالي يا أخ عياد، كلنا بنعرف أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس، فهل الروح القدس يمكن أن يعطى لأي شخص؟ وياريت حضرتك تشرح لنا بصورة عملية إزاي أحصل على الروح القدس ده. سؤالي التاني، واضح من كلام حضرتك إنه في أهمية قصوى لاعترافي أنا كمشاهد وإيماني بإن المسيح هو الله. طب إيه الخطورة إذا وجدت يعني الواقعة عليا لو أنا بس اعترفت إنه نبي عظيم ورائع كمان، خاصة إنه ده بيتم بالإيمان، والإيمان عطية من الله، وأنا ممكن أقف قدام الله وأقول له أنت ما اديتنيش العطية ديت، فإيه رأي حضرتك؟ حلو. حلو حلو السؤال، ربي باكك. أخ عياد قدرت تسمع السؤالين من فضلك وبسرعة؟ تمام، يعني أفتكر السؤال الأول دور الروح القدس. الروح القدس يجاهد مع كل البشر. نعم. والمجاهدة مع كل البشر أي لكي يقنع البشر بحاجتهم إلى المسيح وقبول المسيح. نعم. عندما أتجاوب أنا مع قراءات وعمل وجهاد الروح القدس أولد من الله، لأن الولادة من الله هي عمل الروح القدس، مستخدما كلمة خبر الإنجيل مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. الروح القدس يجاهد مع كل البشر،
من خلال كلمة الله. عندما أقبل الكلمة أولد من الله فيسكن في الروح القدس فأعترف بربوبية المسيح. فلا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. قبل عمل الروح القدس في أنا لا أرى في المسيح إلا إنسانا عاديا ونبيا عاديا ومعلما عاديا، لكن أقول أنه ربي بعمل الروح القدس. كيف أقبل الروح القدس؟ يقول الكتاب في رسالة أفسس عن قبول الروح القدس الذي به إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، أي أنني عندما أؤمن يسكن في الروح القدس كختم، وبهذا الروح القدس أستطيع أن أخاطب الله الآب كأبي يا أبا الآب، وأخاطب المسيح باعتباره ربي. إذا الروح القدس يجاهد مستخدما الكلمة لكي ما يقودني إلى قبول المسيح. أقبل المسيح يسكن في الروح القدس أعترف بربوبية المسيح. طيب السؤال سؤال تاني من فضلك، الخطورة إذا أنا رفضت أني أو مش أنه رفضت، أنا ما قدرتش أشوف الحياة أنه المسيح هو الله، وهل هذا يحدد خلاصي؟ أنا خلاص اقتنعت أنه المسيح راجل كويس وهو نبي كويس وخلاص. تمام، فضل. يعني أستشهد بالحادثة التي حدثت في متى 16 في قيصرية فلوبوس. نعم. عندما سأل المسيح تلاميذه من يقول الناس إن أنا ابن الإنسان. يس. فالبعض قالوا يوحنا، والبعض قالوا إرميا، والبعض قالوا واحد من الأنبياء. بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، وإحنا عرفنا كلمة ابن الله يعني المعادل لله المساوي لله. نعم. قال له المسيح طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. أفهم إيه من الكلام ده؟ إنه لا تكفيني أبدا الاعترافات أنه نبي مثل يوحنا، ولا يمكن أن يخلصني الاعتراف أنه مثل إرميا أو يوحنا أو واحد من الأنبياء، لكن الاعتراف الوحيد والإيمان الوحيد الذي يخلص ويهبني حياة أبدية هو اعترافي أنه هو ابن الله أو المعادل لله أو الله الظاهر في الجسد. قبل هذا الاعتراف لا يمكن أن أرى وجه الله وأذهب للسماء. فممكن واحد يقول لي أنا أقدر المسيح هو نبي عظيم، أقول له لا يكفي، هذا الإيمان يقودك إلى الجحيم إن لم تقبل الإعلان أنه هو الله الظاهر في الجسد. مش بس كده، هو لازم يقبل المسيح، مش بس أنه كالله، لازم يقبله كمخلص، لأنه هو المسيح كمخلص. المخلص هو الذي فداه. إذا أنا رافض الفداء فأنا لا أتمتع ببركة الفداء. نعم. سؤالان مهمان يا سي جون. نعم. ينبغي أن نجيب عليهما. السؤال الأول من هو المسيح؟ نعم. هو الله الظاهر في الجسد. السؤال الثاني ماذا فعل المسيح؟ أنه مات على الصليب ودفن وقام. يعني برضو الذي يقول أنني أؤمن بأن المسيح نبي وعمل معجزات، هذا يجيب إجابة خاطئة على السؤالين، أنه مجرد نبي وصانع معجزات. أنا قلت منذ قليل المسيح لم يأتي ليصنع معجزات، كان ممكن يعملها في السماء، لكن جاء لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. فالإيمان الصحيح بمن هو المسيح هو ابن الله أو الله الظاهر في الجسد، الألوهية. وماذا فعل المسيح؟ أسلم نفسه لأجل خطايانا حسب الكتب وقام في اليوم الثالث. آمين. طيب الأخ جنان بيقول أنه الأخ جنان بيجاوب على موضوع أنه المسيح لا يكفي أن يكون نبي، بيقول من من الأنبياء يجرؤ أن يقول أنه المسيح قال عن نفسه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني العالم كله إذا اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة اجتمعوا مع بعضهم باسم المسيح، المسيح هناك 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 هناك، يعني كيف يكون المسيح هناك؟ لو قلنا انه اسم المسيح هناك اوكي، بس المسيح حاضر هناك. لو ما المسيح يكون الله بيقدر يكون هناك؟ لا. المسيح لما بيقول ها انا اتي سريعا، عم يتكلم مع الكنيسه، واجرتي معي، عم يتكلم بسفر الرؤيا. طيب اجرتي هي الاجره للمؤمنين، مش لازم تكون من الله ولا اجر المسيح منين جايب الاجره؟ لازم يقول اجره الله معي، بس هو بيقول وأجرتي معي لأجازي كل واحد حق كما يكون عمله. فإذا المسيح هو الله. لما بيقول المسيح ملائكتي، لما بيقول المسيح أجرتي، لما بيقول أنا أتواجد، أو لما المسيح بيقول خرافي تسمع صوتي وتتبعني، إذا المسيح الكنيسة خراف المسيح أي المؤمنين الحقيقيين. المسيح بيقول خرافي، يعني الكنيسة هي خراف المسيح. طيب أوكي، يعني المسيح سرق الخراف من الله، المسيح سرق الأجرة من الله وعمل حاله أنه هو هيدي أجرته. ففي أشياء كثيرة بالكتاب تؤكد أن المسيح هو الله. فيا من تقول أين قال الله، أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني، سمحني على الكلمة، أنت إنسان جاهل، أنت إنسان جاهل على الخالص، أنت كلب ببغاء بتردد كلام الآخرين، بس أنت مش قارئ الكتاب، وربما تقرأ بعين النقد فلا ترى فيه إلا لقطة لقطة. هنا اكتشفت أنه المسيح قال عن نفسه أنا إنسان. اسمع،
نحن كمسيحيين نؤمن أن المسيح هو الله الذي أخذ لنفسه جسدا من العذراء مريم المطوبة. هذا الجسد كان لازم ياخده حتى يقدم نفسه فدية على الصليب. إذا ما أخذ جسد ما في موت، لأنه الله لا يموت. هلا بالجسد بجوع، لانه احد الاحبه بيقول لي يعني لما بياكل وبيشرب دي علامه النقص. لا، دي علامه البشر، دي علامه انه هو انسان كامل وهو الاله الكامل. فاذا المسيح اخذ جسد، بهذا الجسد لازم يتالم ولازم يجوع ويعطش وينعس، والا لو انه ما جاع وما عطش وما نعس وما تعب وما تالم كان عم يمثل علينا، عم بيمثل علينا. معناتها الجسد اللي اخده مش جسد صحيح، ولا العذراء مريم قدمت لنا جسد المسيح الصحيح. فاذا اقرا الكتاب المقدس بعين بقلب فاهم بذهن فاهم، وقل له يا رب افتح لي ذهني، انا حابب اعرف. صدقني اذا بتضلك تقاوم الله بيقول لك الله يقاوم المستكبرين. انت متكبر مش عم تفهم، انا حابب انك انت بس تقعد وتقول له يا رب انا شخص عدائي مش قادر صدق الكلام اللي عم ينقال عند المسيحيين، بس إذا كنت عن جد أنت الله اللي بتحبني وأخذت جسد من العذراء مريم وقدمت نفسك فادي لأجلي، يا رب ساعدني استفيد من مراحمك قبل ما يغلق باب نعمتك قبل ما موت. فبليز ارحم نفسك. أخ عياد الرب يباركك، أنا عندي أسئلة أخرى، خليني أوضح أنا وياك وبسرعة أيضا. أنا عارف أنه كتير ناس ما بتفهمش فكرة اللاهوت، قد ما تشرح اللاهوت كثالوث أقدس مش رح يستوعبوها، وخاصة أحبائنا غير المسيحيين بيقلك أين وجدت كلمة أقنوم في الكتاب المقدس، هيدي أنتوا ضفتوها من عندكم. نحن لما منقول أنه إله واحد في ثلاثة أقانيم، أنتوا ضفتوا هيدي الكلمة، الكتاب مش موجود فيه. فينا نشرح الفكرة كيف ممكن نقدر نفهم أنه الله واحد بس في جوهره ثلاثة، وكيف نقدر نستوعبها أنه الآب الابن الروح القدس وكل واحد منهم إله، لأنه كتبوا لنا ناس، وإذا كل واحد منهم إله صار لازم يكون مستقل عن الآخر لأنه إله كامل. طيب إذا إله كامل صار عندنا ثلاث آلهة، مش ممكن يكون عندنا إله واحد. فالناس ضايعة بهذا الفكر. يعني أنا عارف أنه الموضوع اللاهوتي مش سهل يفهم الإنسان ما لم يعلن له، مثل ما حضرتك قلت أنه الرب قال له لسمعان لبطرس قال له توباك يا سمعان بن يونة أن لحما ودما لم يعلن لك، بل أبي الذي في السماوات هو الذي أعلن لك. تفضل أخي الحبيب. يعني أسي جون، طبيعة الله الألوهية لا يمكن أن يعلنها إلا الله نفسه. آمين. بمعنى يعني أنا إذا سألت أحبائنا المشاهدين هل تدرك كل أبعاد الجاذبية الأرضية، يقول لي لا. هل تدرك كم أبعاد الكون الفسيح هل تأتي بآخره، حتما سيقول لي لا. والكون الفسيح والجاذبية الأرضية والكهربائية والمغناطيسية وكل هذا الذي لا يمكن أن يراه الإنسان لكنه يؤمن به إيمانا أكاديميا معروفا، مع أنه ما شافهوش وما جابش آخره. لكن ماذا عن طبيعة الخالق نفسه؟ الله روح، ولا يمكن أن الإنسان المحدود يستطيع أن يصل إلى سبر أغوار أو فهم أعماق الله الروح. كورنثوس الأولى أصحاح 2 تقول الله روح، ومش ممكن ابدا حد يعرف الانسان الا روح الانسان الذي فيها كذا ايضا الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. اذا عجز الانسان عن معرفه الله لانه محدود، فينبغي ان نقبل الاعلان الذي قاله الله عن نفسه. والسؤال المهم، ماذا قال الله عن نفسه؟ من اولى صفحات الكتاب المقدس نتقابل مع اعلان الله عن نفسه. فاول كلمات الكتاب المقدس قال الله. عارفين في تكوين واحد في أيام الخلق، بعدما كانت الأرض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. قال هو فعل ماضي موجه للمفرد، يعني إلى فاعل مفرد. ممكن أقول قال فلان، قال سين، قال صاد، لكن لما يقول قال الله، الله إلهيم، فاليهميم هي جمع إيل في اللغة العبرية. المفروض كان قال قالوا الآلهة، لكن لأن الإلهيم جمع لمفرد ومفرد لجمع، أو جمع لواحد وواحد في أكثر في كثرة، لكن الكثرة مجتمعة في كيان واحد، ثلاث أقانيم في كيان واحد، قال الكتاب قال الله، قال إلهيم. بعدها كمان يقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. يعني لغاية دلوقتي أنا عندي تصريح في فعل مرتبط بالمفرد بفاعل مفرد، لكن الفاعل نفسه جمع. طب الفاعل الجمع ده إلهيم ده اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ مع صفحات الكتاب
سنتقابل مع إعلانات كثيرة تتكلم عن ثلاثية، مثلا روح السيد، إشعياء 61، روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. فالروح والابن والله السيد الرب مجتمع في مكان واحد وفي آية واحدة. أوضح تاني، في إشعياء 6 عندما رأى إشعياء السيد الرب جالسا على كرسي عال ومرتفع والملائكة الصرافيم يقدمون سجودا، تتذكر أسيس جون كانوا بيقولوا إيه؟ قدوس قدوس قدوس. طب ما تقولوا قدوس قدوس اثنين بس، أو قولوا قدوس 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 قدوس، ما جاتش في الكتاب أكثر من ثلاثة أو أقل من اثنين، لكن ثلاثة، قدوس قدوس قدوس، لأن الله واجب السجود والاحترام من الملائكة هو الله مثلث الأقانيم، قدوس الله الآب، قدوس الله الابن، قدوس الروح القدس. إذا ذهبنا أيضا إلى سفر العدد أصح 6، بعدما جاء الكلام عن النذير جاء الكلام عن البركة الثلاثية، يباركك الرب ويحرسك، بعدها يضيء الرب بوجهه عليك ويمنحك سلاما. في بركة ثلاثية استخدمت فيها كلمة الرب لأن الرب هو يهوى وهو الله مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. طيب عندي بقى لقب الابن وعندي لقب الآب وعندي لقب الروح القدس لما أروح لكلام أجور ابن منطقية مسة في سفر الأمثال صح 31، لما بيتكلم عنه من صعد إلى السماوات ونزل، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت، ما اسمه عرفناه، يتكلم عن يهوى الله الأزلي، لكن لما يقول ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت، ده كلام قبل التجسد، ده في سفر الأمثال. يعني عندي الآب وعندي الابن، طب عندي الروح القدس، مزمور 139، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب. يبقى الله كما تعلنه لنا كلمة الله الذي أعلن عن ذاته وينبغي أن نقبل هذا الإعلان، هو الله الواحد مثلث الأقانيم. أنا أشرت إلى سفر التكوين الفعل في الماضي للمفرد لكن الفاعل للجمع، وأشرت إلى باقي الأجزاء أن هذا الجمع جمع ثلاثي، يعني آب وابن وروح قدس، من الإشارات المختلفة التي تكلمت عنها. يتبقى لي أن كلمة واحد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، كما جاء في سفر التثنية أصح 6 عدد 4. كلمة واحد في اللغة العبرية هي أخاد، وأخاد هي كلمة تحمل الكثرة في وحدة، يعني ممكن أقول عن شجرة التين أنها تينة مع أن التينة تحمل فيها ثمر كثير، ممكن أقول عن الكرمة أو الزيتونة أنها زيتونة مع أن فيها أكثر من حبة زيتون، فكلمة أخاد. لكن في كلمة أخيد التي تتكلم عن المفرد أو الواحد المجرد، لما أقول كتاب واحد، لما أقول لسان واحد، لما أقول قلم واحد، ما استخدمه الكتاب يتكلم عن الكثرة في وحدة والوحدة في كثرة. طيب يعني نفس الكلام حالة تصديقا على كلامك، يعني وإضافة لما تكلم الرب عن خلق الإنسان بيقول يعني مثلا أنه هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا. ليش الله كم واحد وعم يتكلم بالجمع؟ في ناس بيقول لك هذا لغة الجمع هي لغة الجلالة، باللغة العبرية ما فيش لغة الجلالة، كل الكتاب بالعهد القديم عند اليهود ما فيهوش لغة الجلالة، نحن السلطان عبد الحميد، لا، باللغة العبرية الله يتكلم بلغة معينة، لغة عندما يتكلم بالجمع بيقول مثلا نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ومثالنا فعمل الرب الإنسان. يعني الله يتكلم بالجمع لأنه واحد، بس هنا يمثل اللاهوت بجوهره الآب والابن والروح القدس، وبذات الوقت فعمل الرب الإله الإنسان. فإذن هذا الشيء اللي عم بيقوله الأخ الحبيب الأخ عياد، أنه ممكن تسمع كلمة أخاد وتشوف فيها أنه هي إشارة لواحد، لكن في مضمونه في جوهره يحمل أكثر من صفة الواحد. طيب أخ عياد، خلينا ننتقل قليلا على موضوع كهوف قمران. كهوف قمران في ناس بينتقدوا الموضوع وبيصيروا يعني يستهزئوا بموضوع الاكتشافات العظيمة التي اكتشفها واحد بدوي، يعني ولد كان مضيع الغنمة مدري الماعز، وبعدين اكتشفها في كهوف قمران سنة 1947 على ما أظن، وهناك لقوا مخطوطات مهمة جدا جدا محفوظة في جرار، لأنه منطقة البحر الأحمر منطقة يعني حامية ودافئة وما فيهاش رطوبة، فتحفظ هذه الأشياء بطريقة حلوة جدا. فياريت نشرح شوية مصداقية كهوف قمران، المخطوطات اللي فيها، لأنه ده بيخلينا نشوف أنه الكتاب الله محافظ عليه حتى يبقى زي ما تقول تبقى كلمته ساطعة لامعة، أنه ما تمش التحريف على الخالص. تفضل من فضلك.
اشكرك. يعني قبل ما اتكلم عن كوف قمران، اكد بس على كلام حضرتك السابق ان اللغه نعم. العبريه ما كانش فيها لغه تعظيم. نعم. واحد زي فرعون كان عظيم العظماء في هذا الوقت، عندما قال ليوسف في تكوين 41 لم يقل له نحن فرعون، لكن قال له انا فرعون فبدونك لا يرفع انسان يده ولا رجله، لانه ما كانش فيه لغه تعظيم في اللغه العبريه. نعم. والا كان قال فرعون نحن فرعون كما قال الكتاب، انما تتكلم عن كثره في وحده ووحده في كثره. نعم. كهوف قمران هي واحده من اكثر الاكتشافات الاثريه التي دعمت فكره مصداقيه اسفار العهد القديم. لان الحقيقه اسفار العهد القديم كتبها اناس الله، كتبوها عبر العصور على المواد المتاحه بينهم. فمثلا كتبت على حجاره، وبعد كده نقلت على جلود الحيوانات، وكانت تكتب على ورق البردي. لكن في سنة 1947 في وادي قمران اللي هو يبعد 20 ميلا شرق أورشليم على الساحل الشمالي الغربي للبحر الميت، وأحبائنا المشاهدين ممكن يبحثوا عن هذا في الإنترنت، كان في راعي غنم بدوي بيبحث عن غنم تائه أو عن شاة تائه، وهو بيبحث عنه ضرب حجر لكي ما يصدر صوتا يشوف الغنم فين. الحجر وقع في كهف ضرب عمل صوت، ذهب وراء الصوت اكتشف أن هناك عشرات الجرار الفخارية التي تحوي داخلها مخطوطات قديمة. هذا الراعي الغنمي لم يكن يدرك أبدا قيمة هذه المخطوطات، ذهب بها وباعها إلى واحد من علماء اللغة العبرية في القدس، ما كانش يعرف قيمتها، لكن هذا العالم أخذها واكتشف أنها مخطوطات كاملة لكل العهد القديم، حوالي 800 مخطوط، مش بس 100 ولا 200 ولا 300، 800 مخطوط تشتمل على كل أصفار العهد القديم كله، وبعض شروحات أصفار العهد القديم زي سفر حبقوق، كل أصفار العهد القديم ما عدا سفر أستير. هذه المخطوطات اللي حوالي 800 كتبت يعني ما بين القرن الثالث قبل الميلاد لغاية سنة 65 ميلادية، يعني شملت لنا المرحلة اللي كان فيها الجماعة الأثينيين الموجودين في هذه المنطقة، في منطقة البحر الميت، اللي كانوا هربانين علشان يتعبدوا لله بطريق النسك والزهد في هذه المنطقة، وكان عندهم غيرة على الناموس المقدس بعدما تصدر الصدوقيون المتحررون الليبراليون للمشهد، فهم راحوا علشان يحافظوا على ناموس الله. فكان عندهم المخطوطات محفوظة، عندما اكتشفت هذه المخطوطات وطبقوها بأصفار العهد القديم التي بين أيدينا في تمام التطابق لا وجود لاختلاف مطلقا، كما قلت 800 مخطوط بيقابلوا تماما كل أصفار العهد القديم، بتغطي كل أصفار العهد القديم وبعض الشروحات مثل شرح سفر حبقوق. الفترة الزمنية اللي بيقولوا عليها الفجوة الزمنية التي ما بين آخر سفر أو الأصفار التي كتبت وهذا الاكتشاف، احنا عارفين ان اكتشف سنة 1947. نعم. وعارف حضرتك انه اخر الكتابات بتاع العهد الجديد كانت حوالي 100 ميلادية بتاع انجيل يوحنا. يس. لكن هذه الاكتشافات تدعم اكثر العهد القديم، لانها كانت بين ايدي الاسينيين الموجودين في هذا التوقيت، وهم من بعض بقايا المؤمنين بتوع العهد القديم اللي كانوا بيعاصروا عصر المكابيين. اوكي. طيب في عندي نقاط اخرى، يعني عادة لما واحد بيألف، إذا هو مألف شغلي من نفسه لازم يكون له غاية منها للمنفعة. فنحن أحبائي منشوف أنه أنبياء العهد القديم عاشوا فقراء، ما عاشوش يعني مرتاحين. كان النبي إشعيا قريب للعائلة المالكة، لكن بالنتيجة مات مقتول لأنه نشروا بالمنشار بيقولوا الملك منسى ابن حزقية الملك نشره. ماتوا كلهم تقريبا، أغلبهم ماتوا قتلا، جالوا طبعا مكروبين محتاجين معتزين، جالوا طبعا طافوا في جلود غنم وماعز وعاشوا في المغاير والكهوف والبراري، فما استفادوش يعني من الأشياء اللي تنبؤوا بيها، ما أخدوش فيها شيء أرضي زي ما بعض الأنبياء لأي كلام، يعني عاشوا ببحبوحة وعاشوا بغنائم وعاشوا. فمنشوف أنه يعني الكلام اللي قالوه ما جابش النتيجة لهم على الأرض. وبعدين الرسل عندنا في العهد الجديد ما جابش نتيجة معهم على الأرض، كلهم تقريبا ماتوا شهداء، كانوا بيقدروا يغيروا شهادتهم، فماتوا لأجل ما شهدوا أنه المسيح هو الرب الإله المخلص حسب ما سمعوا منه حسب ما شافوه، وهذا الأمر بيثبت الشهادة أكثر. يعني أنا إذا بدي ألف بدعة
بألف بدعة وبعيش كينج، بعيش ملك، سيارات تحتي وفيراري وروز رايز وقصور. بس إذا أنا عشت إنسان عادي مكتفي، نشكر الرب، وعم حتى مستعد أن يموت لأجل ما أشهد فيه عما أنا رأيته واختبرته، هيدي الشهادة مهمة جدا. يا ريت توضح الأفكار أكثر ووسعها أخ عياد من فضلك إذا بتريد هيدي الأفكار. تمام، يعني نعم. علينا أن ندرك أن دور الأنبياء في العهد القديم هو الذهاب إلى الشعب يقولون لهم ماذا يقول الرب. نعم. وكان دائما الرب يوبخ الشعوب على فسادهم وعلى خطاياهم. يعني في دور الأنبياء في المملكة الشمالية والجنوبية كان دائما النبي يروح يقول لهم أنتم غلطانين، توبوا عن خطاياكم، ارجعوا إلى الرب. كان الرب دائما يقول للأنبياء أنكم ستقابلون عداوة، ستقابلون اضطهاد، لن يسمعون لكم. يعني الطريق كان مكشوفا أمامهم أنهم سيواجهون العداوة ولا يرحب بكلماتهم. وبالرغم من هذا الأنبياء ذهبوا وبشروا وتكلموا ووبخوا ولاقوا الأمرين، لأنهم كانوا يقفون في صف الله. على سبيل المثال لما الكتاب بيتكلم مثلا في سفر أرميا عدد 25 عدد 4، ولما الرب بيقول وقد أرسل الرب إليكم ككل عبيده الأنبياء مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا أذنكم للسمع بل أيضا قتلتموهم. أيضا المسيح في لوقا 14:34 بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. فالأنبياء كان معروف أن هم بيشهدوا شهادة لها تكلفة، التكلفة هي الألم، الضرب، الإهانة، السجن، الحبس، الموت. وبالرغم من هذا ذهبوا وتكلموا. لماذا؟ لأنهم كانوا مدعومين بالله ومرسلين من الله. في نوع من الوعاظ يا سي جون اسمه وعاظ السلطان أو واعظ السلطان. Yes. اللي هو ممكن يبحث عن ما يريد أن يسمعه الناس ويقولوه وما يريد أن يقوله السلطان ولا يدخل في معركة مع أحد. Yes. هو فقط يبحث عن الراحة والرفاهية. الرب لما أراد أن يوضح طبيعة إرسالية يوحنا المعمدان قال لهم ليس من ضمن الناس الذين يلبسون الثياب الناعمة. الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك دول وعاظ السلطان اللي بيقولوا اللي عايزه الملك، فقاعدين متعززين متكرمين. لكن يوحنا المعمدان كان ضد الطيار وقال لا يحل لك. أخذ من الكلام في العهد القديم والجديد تعليم وأقول رسل المسيح أدركوا عظم الحقيقة وأدركوا تكلفة المنادات بالحقيقة، فذهبوا واستمروا في المنادات بالحقيقة وهم يدركون التكلفة أن حياتهم قد تنتهي في سبيل المنادات بالحق. نعم. وهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. كل واحد من القديسين والرسل ذهب وهو يدرك تماما أنه لن يرجع مرة أخرى، قد تنتهي حياته، لكنه كان متيقنا من صدق الحقيقة التي قال عنها بولس حتى أسمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. يس. قبلها قال لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. فصدق الرسالة يقول لنا أن الرسل صدقوها ولم يكتسبوا شيئا زمنيا، بل بالعكس كانوا يتوقعون الموت بين لحظة وأخرى، لكن لامتلائهم من الحقيقة ذهبوا ونشروها في كل العالم. طيب. رغم المخاطر. طيب أمين. وبسرعة أخ عياد لأنه طبعا هلأ الوقت ابتدى شوية بسرعة يزيد يعني يقصر معنا. في تعليقات بيقول لك أنه إزاي بتقبلوا أنه الكتاب المقدس في العهد القديم بيقول أنه ملعون كل من علق على خشبة، فالمسيح مات على الصليب يعني هو ملعون، ازاي يعني حيكون هو الله ويكون ملعون؟ ده امر صعب، ازاي انتم بتقبلوه؟ فيا ريت نشرحه بسرعه وبعدين ناخذ موضوع لماذا انه المسيح قال انا ببقى مثل اليونان في بطن الارض 3 أيام و3 ليالي، لكن لما بتشوف المقياس الزمني كان اقل شويه بالنسبه للمقياس الزمني. وايضا النقطه الثالثه حتى نشرحهم وبسرعه انه المسيح قال انا ما جئت لانقض الناموس بل لاكمل، لكن بنشوف انه تكلم عن انه منع الطلاق وموسى سمح لهم بالطلاق فالمسيح نقض الناموس. فياريت نحن بسرعة الأفكار دي نشرحها، إذا لحقنا ناخد أفكار أخرى أيضا. تفضل أخي الحبيب. قضية اللعنة نعرفها في تثنية 21 لما الرب قال للشعب عن شريعة المعلق على خشبة لا تبت جثته فوق الخشبة لأن المعلق على خشبة ملعون. نعم. لأنه صدر عليه حكم. ودائما كنا نعلم أن صدور الأحكام في العهد القديم كان بحسب الناموس، فالذي لا يثبت في أعمال الناموس كان يعلق على خشبة تنفيذا لأحكام الناموس. Yes. إذا لأنه ملعون فلازم ينزل جسده عن الخشبة. عندما جاء المسيح وعلق على خشبة تتميما لقول الكتاب ليس لذنب فيه،
لكن لأنه حمل آثام كاسر الناموس. خد بالك المسيح قام بكل أعمال الناموس ولم يكسر الناموس لأنه هو الإنسان الكامل. لكن لماذا حمل اللعنة على الصليب؟ حمل لعنة كاسر الناموس. فإذن بس للتذكير أخ عياد معلش وتشرح لنا إياها. فإذن ده بحسب شريعة سوري ده بحسب النبوءة اللي بتقول إنه هو شفع في الكثيرين وهو حمل خطية كثيرين في المذنبين. يعني شفع في المذنبين وحمل خطية الكثيرين، دي نبوءة عنه قبل ما يجي المسيح. فكانت الناموس والأنبياء عم بيقولوا إنه المسيح لازم يحمل الخطية وبالتالي يحمل اللعنة. تفضل من فضلك. تمام. ونحن نؤمن بالوحي اللفظي، لأنه برضو إذا دققنا نظر في الشريعة في تثنية 21 يقول إذا كان على أحد خطية حكمها الموت. نعم. خد بالك كلمة عليه وليست فيه، فالمسيح على الصليب لم تكن فيه الخطية لكن عليه الخطية، البشر كلهم فيهم الخطية. نعم. التي استوجبت حكم الموت. أما المسيح نبويا قال عنه إن كان عليه، ليه؟ لأن الرب قد وضع عليه الإثم. نعم. جميعا. يس. فالمسيح عندما صار لعنة لأجلنا على الصليب ليس لأنه كسر الناموس لكن كان يدفع أجرة كاسر الناموس. فاللعنة التي حملها المسيح لم تكن لعنته هو لكن لعنة كاسر الناموس. نعم. لعنة كاسر ناموس الله، وكان المسيح على الصليب لعنة لأجلنا. هذا ما قاله الكتاب في أعمال 5 وقاله أيضا في رسالة غلاطية. حتى المسيح نحن صار لعنة لأجلنا. فإذا مثل ما قال الكتاب في العهد الجديد أنه الله الآب جعل الذي لم يعرف خطية، أي المسيح الذي لم يعرف خطية، جعلوا خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه، أي في المسيح، مش كده؟ تمام. نعم. فهو لم يعرف خطية، لم يفعل خطية، ليس فيه خطية، لكنه مات لأنه حمل الخطايا. الرب قد وضع عليه اسم جميعا. نعم. طيب النقطة الثانية اللي هي أنه كيف ممكن المسيح يقول أنا مثل ما كان يونان في بطن الحوت، في بطن الحوت يعني 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان أي المسيح في جوف الأرض. فهو المسيح ما كملش 3 أيام و3 ليالي بحسب المقياس الزمني. تفضل. يعني علينا أيضا أن ندقق النظر في الكلمات في جزئيتين، الجزئية الأولى الجزئية التاريخية للحدث نفسه، الجزئية الأخرى باقي أجزاء الكتاب ماذا تقول. نعم. المسيح في متى 12 أشار إلى مشابهة موته وقيامته بمكانه يونان في بطن الحوت. فيونان الذي كان في بطن الحوت كان غائبا عن الأنظار كأنه في حكم الموت، أنت عارف كان في أعماق الأرض في أعماق البحار. نعم. وهو في عمق البحر كأنه في باطن الأرض. فالمشابهة بين يونان وبين المسيح أن كما كان يونان غائبا عن الأنظار في باطن الأرض، المسيح سيغيب عن الأنظار في باطن الأرض اللي هو فين؟ اللي هو في القبر. هذه المشابهة. المشابهة الثانية في المدة الزمنية، كلمة 3 أيام. 3 أيام أنا قلت أنه عندنا قاعدة تاريخية، اليهود لديهم طريقة حساب اليوم. حساب اليوم لدى اليهود الجزء من اليوم يسمى يوما كاملا 24 ساعة. اليوم اليهودي يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغروب شمس اليوم التالي. فلو أنا النهاردة مثلا السبت قبل غروب الشمس بساعة ذهبت إلى مكان وقضيت فيه يوم الأحد وبعد كده رجعت يوم الاثنين أول ساعات اليوم تحسب 3 أيام. yes. حضرتك عارف كويس قوي في نظام الفنادق والسياحة لما تعمل تشيك إن تعمل تشيك إن الساعة 12، لو قعدت تاني يوم ساعة بعد الساعة 12 وعملت تشيك أوت متأخر ساعة يتحسب لك يومين. ده عرف معروف. لكن خليني أرجع للكتاب ماذا يقول الكتاب. فإذن بس تشرح لي كمان، لأنه بيقولوا لك البعض بيقول لك يونان ما كانش ميت بجوف الحوت، المسيح إذن لم يكن ميت في القبر، فهم عم بيحاولوا يعني يشرحوا. تفضل من فضلك. المسيح تكلم عن المشابهة عندما غاب يونان على الأنظار وكان في حكم الموت، يعني واحد في بطن حوت في عمق البحر غائبا عن الأنظار، تحكم عليه أنه ميت ولا حي؟ تحكم عليه بكل تأكيد هو في حكم الموت وخروجه هو علامة الحياة. نعم. المسيح مات موتا حقيقيا وقام في اليوم الثالث، فالمشابهة في غيابه عن الأنظار، في نزوله إلى أعماق البحر، في المدة الزمنية، في خروجه مرة أخرى للمنادات بالنجاة. وهذا ما تم في يونان وتم في المسيح. المدة الزمنية احنا قلناها 3 أيام و3 ليالي، وقلنا التاريخ كان بيقول إيه؟ طيب. حساب التقويم بيقول إيه؟ أدي بس مثال واحد من العهد القديم عن حساب 3 أيام. لما أستير في أستير 4:16 قالت لهم روحوا صوموا 3 أيام وارجعوا لي، لا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، فراجعوا إليها في اليوم الثالث. لم يرجعوا إليها في اليوم الرابع بعد انتهاء اليوم الثالث، لكن رجوعهم في اليوم الثالث مع أنه ما كانش لسه خلص
كان علامة على أنهم أكملوا اليوم الأول والثاني والثالث، لأن الجزء من اليوم يحسب يوما كاملا. طيب أمين، ممكن نحن نتكلم عن أنه كيف المسيح قال أنه أنا ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل، لكن بيجي بيقول له موسى سمح لكم بالطلاق لقصاوة قلوبكم، لكن لم يكن هكذا من البدء، أما أنا فأقول لكم أن كل من طلق امرأته لغير علة الزنا فقد جعلها تزني، ومن تزوج بمطلقة لأنها طلقت بسبب الزنا فقد زنى بها. فمن فضلك تحكي لنا أنه كيف المسيح قال أنا ما جئت لأنقض، وهو كأنه عم ينقض الموضوع ده، من فضلك. أسيس جون، معنى كلمة ما جئت لأنقض الناموس، ما جئت لأنقض بل أكمل، المسيح كان يعني بها كلمة أكمل، لست أضيفا لكن أكمل يعني أتمم. بمعنى أن هناك نبوات وشرائع في الناموس، لو لم يأتي المسيح لكانت النبوات نبوات لم تتحقق والشرائع شرائع لم تتحقق. yes. لكن عندما جاء المسيح صرح بهذا القول، ما جئت لأنقض أي أجعلها باطلة، لكن ما جئت لأنقض بل أكمل، كلمة أكمل يعني أتمم، أي أن بمجيء المسيح تمت شريعة العبد العبراني وتمت ذبائح العهد القديم وتمت إشعياء 53، بمجيء المسيح تمم نبوات وشرائع العهد القديم. لو لم يأتي المسيح لكانت باطلة ما تمت، ولا كانت عاطلة ما تمت. طيب. أوكي. فلم يقل المسيح ما جئت لأكمل، كلمة أكمل يعني أضيف، لكن المسيح جاي عشان يتمم أقوال النبوات. طب يبقى موضوع الطلاق. المسيح أشار لقضية الطلاق بحسب الشريعة الموسوية وبحسب العهد الجديد. في الشريعة الموسوية في البدء في سفر التثنية، الكتاب علمنا أنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، والذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. إذن لماذا أعطاهم موسى كتاب الطلاق؟ أعطاهم كتاب الطلاق لقساوة قلوبهم. ما المعنى؟ إن الشعب تحت الناموس عنده قلب قاسي، فهذا القلب القاسي دون ولادة من الله إذا تعامل بالقسوة مع زوجاتهم حتما سيقضوا على زوجاتهم. يعني واحد يهودي لسه متولدش من الله قلبه قاسي، إذا فضل يتعامل بالقسوة والشراسة مع زوجته سينهي حياة زوجته. فحدث أن الطلاق كان استثنائيا وليس في مشروع الله. يعني ما عنديش وصية من ضمن وصايا الله التشريعية تقول طلق، لكن أزن لهم، كلمة أزن يعني اكسبشن، طلاق لعلة طلاق علشان قساوة القلوب، إلى أن يأتي العهد الجديد ويأتي المسيح بطبيعة قلب جديد وحياة جديدة تعطي للإنسان الذي يقبل المسيح محبة لزوجته كما محبة المسيح للكنيسة. فالإنسان تحت الناموس غير الإنسان في دائرة النعمة. تحت الناموس قلبه قاسي، ممكن بالأسوى يقتل مراته، فأعطي الطلاق استثنائيا إلى أن يأتي المسيح ويغير القلب فيصير قلبا جديدا يحب امرأته حتى الموت كما حب المسيح الكنيسة. بحب زوجته بشكل أنه بيقتنع بزوجته، مش عينه لبرة، عينه لبرة زي العالم الآخر، بتلاقيه مش مكتفي بوحدة، يعني نفسه مش قابل أنه يبقى مع وحدة، عينه زايغة لأنه الله مش مالئ كيانه قلبه بالروح القدس. نعم أمين. طيب أخي الحبيب، فإذن يعني الفكرة دي واضحة، ماذا تريد أن تقول، لأنه خلص لازم نختم الحلقة، ماذا تريد أن تقول في نهاية الحلقة أنه نوجه فكر أحبائنا المشاهدين اللي عم بيقاوموا ولسه في ناس بتقاوم ولسه حتقاوم، ماذا تريد أن تقول لهم من فضلك حتى يستفيدوا قبل فوات الأوان؟ تفضل. ما أريده أن أقوله لكل الأحباء المشاهدين في كل مكان أن المسيح بحسب تصريحاته أقوال فمه وأعمال يديه وأسماؤه هو الله الظاهر في الجسد. نعم. صرح المسيح أنه هو الله بأسمائه، فهو عمانوئيل الله معنا، وهو يسوع الذي يخلص يهوى يخلص شعبه من خطاياهم، وقام بأعمال لا يقوم بها إلا الله، أعمال الله السيادية، غفران الخطايا، الخلق. والمسيح لم يأتي فقط ليعيش ثم يترك الأرض دون صليب كما يدعي البعض، لكنه مات على الصليب، مات لأنه إنسانا كاملا فكان عمله كاملا، وقام لأنه هو القيامة والحياة. نعم. وما أريد أن أقوله لي ولك عزيزي المشاهد، إن لم تؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وإن لم تؤمن أنه هو الكفارة الكاملة على الصليب، فلا خلاص ولا حياة. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، تخلص من خطياتك، تخلص من نجاساتك. ماذا تنتفع إن آمنت أن المسيح نبيا عظيما وتركت الأرض وتقف أمامه في يوم الدينونة باعتباره ديان العالمين؟ ماذا ستنتفع؟ ماذا ستنتفع إن رفضت موت المسيح الكفاري على الصليب؟ من سيغفر أثامك إن لم يغفرها المسيح؟ من سيغفر ذنوبك إن لم يغفرها المسيح؟
لا الأصوام ولا الصلوات ولا الزكاءات ولا الصدقات ولا السفريات إلى أقصى البلاد تستطيع أن تغفر آثامك وذنوبك، فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. إيمانك ينبغي أن يبنى على أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وأنه هو الذبح العظيم الكفارة الكاملة الذي ليس بأحد غيره الخلاص. آمين فآمين فآمين. أشكرك جدا جدا أخي الحبيب، ربي باكك ويستخدمك ويزيدك أيضا وأيضا. أحبائي طبعا في نهاية الحلقة أحب أتكلم وبسرعة طبعا لأنه خلصنا وقتنا خلاص. رح تضلك مقاوم يا من تقاوم، مثل ما قال المسيح لبني إسرائيل، قال لهم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون بخطاياكم، ستموتون بخطاياكم. إذا ما بتآمن أنه المسيح هو الرب الإله المخلص الذي جاء خصيصا لأجلك لأنه بحبك وبحبني وبحب كل إنسان ومات عنا بجسد بشري أخذه من العذراء مريم، رح تضلك بخطاياك. لا أعمالك ولا الزكاة ولا صلاحك ولا أصوامك ولا صلواتك رح تشيل عنك الخطايا، لأنه الإنجيل بيقلنا وكل الناس بتعرف أنه الضحية بتفدي، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لازم يكون في دم، دم المسيح هو دم الذبيحة، ذبيحة المسيح، رح تضلك بخطاياك، مش متجاسر توقف أمام الله لأنك رح تضلك ترجف، ها؟ ومش رح تطلع على السماء، ومش رح تشوف الحياة الأبدية طالما أنت عم تقاوم. يمكن تقول لي طب أنا مش عم بقتنع، أنا مش زعلان منك لأنك مش عم تقتنع، أنا زعلان منك لأنك بتقاوم بتقاوم بتقاوم، إذا بتبقى بتقاوم على طول رح تموت أنت ومقاوم. شوف شو بتعمل، نصيحتي لك وأرجوك قبل ما أنهي الحلقة. قل له يا رب أنا مش مصدق أي كلام وكل اللي قالوه أنا مش داخل بدماغي، بس يا رب أنت الله، أنت قارئ القلوب، أنت عارف الأفكار، أنت قارئ عارف ما في الصدور، أنا مخلص يا رب بس مش قادر أصدق ما يقال. هل ما يقال أن المسيح هو الرب الفادي المخلص هو المسيح المنتظر فادي إسرائيل وفادي العالم، هل هذا صح؟ يا رب ساعدني واكشف لي. أقول لك الصدق أنك رح ينكشف لك الأمر ورح تنادي بخلاص المسيح ورح تقبل المسيح فادي ومخلص ورب لحياتك، حتى لو قطعوك حتى ما بتتراجعش عنه. ليش نحن بتلاقينا على طول للنهاية ماشيين؟ لأنه مقتنعين أنه المسيح هو دخل حياتنا وغيرنا وأقنعنا بروحه، وإذا ما أقنعك الله بالروح وأعطاك إعلان من الله مش هتقدر تفهم سر الله. سر الرب لخائفيه يقول الكتاب المقدس، وعهده لتعليمهم. إذا مش رح تقبل رح تموت بخطاياك وأنا أخاف عليك. إذا بدك تخلص قل له يا رب أنا بدي أخلص، إذا المسيح بيخلص خلصني، إذا المسيح بيفدي من الخطية اغفر لي خطاياي بدم ذبيحة المسيح، واعطيني روحك القدوس يا رب حتى أخذ حياة أبدية في شخصك. باسم الآب والابن والروح القدس، مش ثلاثي، الإله الواحد الذي في جوهره مثلث الأقانيم. أحبائي بشكر رب من أجل كل حضراتكم، بشكر رب لأجل الأحبة اللي كتبوا لنا كتير. هسا أنا بس أرجع على البيت حاليا، يعني مش قادر أقرأ كل شيء، بس لما أرجع على البيت رح أشوف كل القراءات وأكتب لكم لايك 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 لايك، إلا الناس اللي عم يزعجوا مش هكتب لهم لايك. رب يبارككم، إلى اللقاء في حلقة جديدة. أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.